بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم على قناة STC سالمون تريدنج شانل في كورس استخدام الشموع اليابانية فقط في التداول، ومع المحاضرة العاشرة في هذا الكورس تحت عنوان غطاء السحابة المظلمة دارك كلاود كفر. هذا نموذج نمط سعري عاكس للاتجاه الصاعد، أي أنه يخبر وينبه على قرب تغير الاتجاه من صاعد إلى هابط، وهو يتكون من شمعتين، الأولى طويلة خضراء يليها مباشرة شمعة طويلة حمراء. سعر فتح الشمعة الثانية يكون في مستوى أعلى من أعلى سعر للشمعة الأولى، وسعر إغلاقها في مستوى يقل عن مستوى منتصف جسم الشمعة الأولى. وهذا النموذج هو عكس نموذج الاختراق البيرسينج باترن، ويشبه إلى حد ما النموذج الابتلاعي بيرش انجالفينج باترن. والآن مع الأمثلة والتطبيقات العملية لهذا النموذج على الشارت. في الختام أذكر نفسي وإياكم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
الذي يحثنا فيه على وجوب وفضل وأهمية وضرورة التوكل على الله. قال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان معكم مستر محمد السيد السلموني، كبير معلمي الرياضيات والإحصاء ومحلل فني وسيكولوجي في سوق المال والأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.